اهلا وسهلا فيكم اخواني زملائي من مختلف الجامعات الشقيقه، رؤساء الجامعات، نواب رئيس، عمداء، اساتذه، باحثين، اهلا وسهلا بكم في هذا اليوم المشرق بعد الخير امبارح شوي افضل. Our distinguished guest, Representative Douglas Scott Bradford of Canada, and Professor Sergi Marchand, the director of the Quebec Health Sciences Research Council. Allow me to convert to Arabic, if I may. أهلا وسهلا فيكم يا إخواني. اللقاء اليوم هو للقاء تعريفي بجسر العلوم زي ما حكى الدكتور جميل الكندي الفلسطيني اللي بالذات مع كيبيك. تم توقيع هذا الاتفاق مع رؤساء مجالس البحث العلمي في كيبيك، مجلس العلوم الاجتماعية والإنسانية، مجلس العلوم الصحية والطبية، ومجلس العلوم الطبيعية اللي هي نظم بعلوية الهندسة والتكنولوجيا بالإضافة لـ Natural Sciences. هذول هم الثلاث مجالس بحث في كيبيك. So the chairs of the three councils were in Palestine, who signed the three of them. فهي joint initiative بين المجالس الثلاث. Now this, by the way, is a particularly interesting twist to the Palestinian Quebec science bridge. احنا عندنا في قبل سنتين ثلاثة أطلقنا برنامج اسمه الفلسطينيان جيرمان ساينس بريد. الجيرمان بريد is focused على العلوم والهندسة والتكنولوجيا. ما فيش فيها علوم اجتماعية إنسانية، وما فيش فيها أكتوالي ميديسين بير سي. وبالتالي هذا النطاق أوسع بعض الشيء من الجسر الألماني. هلا طبعا رح نحكي عن مجريات الحقائق في الامر بالنسبه للجسم والبروسيجرز والكلام. انا بدي انوه بس لامر معين، انه why are we doing this؟ ما لنا نازلين فتح جسور مع العالم. Well, this is fundamental to a strategy of the academy to strengthen international scientific collaboration for real مهم and sustainable collaboration. وبالتالي احنا بدأنا في بريج ألماني وبريج كندي وفي الطريق بريج فرنسي وبروسي. Major initiatives. والأوتكم المبتغى هو to strengthen the research capacity of our researchers and our research infrastructure and to create again those sustainable collaborative linkages with the world. أهمية هذا الأمر إنه Palestine is under siege. الإسرائيليين احتلال يعمل كل ما يمكن من أجل التضييق على الفلسطينيين، وحتى في الأكاديمية كل العالم يحكي عن الموبيليتي، كل العالم، كل الكم الموبيليتي الأكاديمية أولموست شيء مقدس طبيعي، شيء كل الموبيليتي للطلاب، للأساتذة، لغيره إلا للفلسطينيين. هذا طلع شوي، اطلب أنت ساينتست من أمريكا أو ألمانيا يقعد هون مصر. Absolutely no way. There's no way. How? جيب scientist ولا مش اسبوع، جيب يقعد له هون سنة. مستحيل. بينما تروح على التخنيوم بتلاقي 100 عالم الأنجي للمومن في كل سنة قاعدين. هلا هذا الشيء مهم، أنا لما كنت رئيس قضولي جبت ناس من كورنيل، بتذكر من كورنيل. جددوهم، قعدوا للفيزا شهرين ثلاثة وبعدين أعطوهم ثلاث أشهر، قرروا ون واي، يعني ما خلوش حتى يرجعوا. فبالتالي هذا كلام خطير. والفلسطينيين هنقدم مهمة لنكسر هاي الحواجز قد ما نقدر ببناء جسور من هذا النوع. هلا شو الأكاديمية تعمل؟ هلا سؤال مهم، أنا لما حكيت بقول طب هو شو قصتهم هذول الجماعة؟ شو يعني هم ما هي جامعة مش وزارة، طب شو قاعدين بيعملوا؟ مهم. هلا أول شيء الأكاديمية مش كيان مصطنع. في حوالي 150 دولة في العالم فيها ناشونال أكاديميز أوف ساينس عالية ما شاء الله. يدودا. وبالتالي هاي صرح سيادي. Companies have academies and this is
the Academy of the State of Palestine. That, وبهذا المعنى احنا موجودين في كل الشبكات والمنصات العالمية الرسمية للشبكات. كيف احنا مثلا بمجلس حقوق الإنسان ولجنة كذا الدولية واليو ان والأسمبلي كمان في الأكاديميات في انترناشونال بلاتفورم رسمية. And to enter you need to be a state. But the Academy is in the seventh major network of international and regional academies. مهم. Two, the Academy is an organization that could coordinate the efforts in الجمله الرسميه انجاز التعبير هي معنى تعزيز قدرات دوله فلسطين في مختلف مجالات العلوم والتكنولوجيا وتوظيف تلك للمعرفه المعارف في بناء اقتصاد ومجتمع قائم على المعرفه A knowledge-based economy and a knowledge-based society. So our mission is to contribute to the strengthening, consolidation of the national capacity in science, technology, research, and innovation, and leverage that for socio-economic growth. Versus. هلا هل في هذا الكلام نوخ الدور حد؟ Absolutely not. What we do is partially is on different tracks. One, for example. Policy level. مهم. ما بزبط البلد ما يكونش فيها policy for science and technology. We don't have billions of dollars, so we cannot support every possible research. We have to have national planning. وين احنا استثمارنا اولى وليش؟ نستثمر في الزراعه العموديه ولا في نانو تكنولوجي ولا حتى الدخول. So we need to have a policy that will rationalize, ترشد الدعم للبحث العلمي. Now that's a whole line of policy, of strategy, of whatever. That is not the case now in Palestine. We do not have a national strategy. We don't. Then, موضوع اللي هو from the most critical, اللي هو science and technology, اللي يسمى science and technology ecosystem, consists of blocks and components and of various levels. And there are linkages between them that make them synergic. The system actually works. إذا كان في links بين مكونات جامعات، حكومة، تشريع، تمويل، قطاع خاص، بده يكون في عندك أنت flow ترابط معين. In Palestine, the synergies هذه بين مكونات النظام، منظومة العلوم والتكنولوجيا، إلى حد ما بتقول يعني في بالمؤدب efficient. مش جديد. وبالتالي مهم للأكاديمية تلعب دور بس بتفعيل التشبيه والتعاضد والتكامل بين مكونات هذه المنظومة. وبالتالي قد ما كان في عندنا احنا كولابوراتيف كومبلمنتري تكاملي قد ما كان في تعرف يعني دائما لما تشغل العالم your capacity is lower so we need to kind of be stimulated integration. مثلا امبارح كان في اجتماع مهم بين هذا المعنى هل نحاول نعمل زي ما لازم جمعيات علمية في مختلف حقول المعرفة الدول فيها جمعية فيزياء فيها جمعية كيمياء ورياضيات وفلك وعلوم سياسية وعلم اجتماع واقتصاد the society the public journals they talk about research priorities they collaborate they assess graduate studies they give scholarships they have تتعشري منصات وطنية هاي زي الامريكا بساتي او المكتبات and so on. فلسطين معنا. فالاكاديميه الان اخذت مبادره بانشاء خلال من هون لواحد واحد اربع جمعيات علميه في العلوم الطبيعيه. ماثماتكس، فيزيكس، بيولوجي اند كيمستري. هم دوين معنا. بدينا من الرياضه والفيزياء خلال شهرين القادمين نعمل هذا الكلام شو معنى؟ يعني انه الرياضياتيه اللي في الازهر وفي الاقصى وبالنجاح وفي البيوثيات وفي الاهلية وبيت لحم بدهم يحكوا بلغة واحدة كرياضياتين مش كرجال بل في النهاية هم أهل حرف واحد يعني فبدك توفر هاي المنصة للتكاملية والتفاعل اللي بعطي ثقة للحقل فلما الرياضيين يبدوا رأي معين في مناهج في دراسات عليا في البحث العلمي it is the community of mathematicians that do that not just five mathematicians بخبرون it's not the same they'll do that الى اخره طبعا هذا سيستم كامل واحنا طبعا بنتفاعل سيدنا مع النظراء الدوليين في جمعيات دوليه وقت اعتراف فيها وصف فلسطين ايضا بكل جمعيه علميه على
الأمر الثالث هو موضوع الشتات. هذا ربما بكل يعني مسيرة المهنية المتواضعة أكثر ملف أنا يعني حبيب مباشر في الشخصيات بين مقولات الساينس هو موضوع الشتات. كنت أفكر فيها شوي. أنا ربما براهن مارجن الإيرور 5% بس إنه كل واحد قاعد هون فيه له قريب أو نسيب أو نسيب نسيب ساينتست أو خبير بالشتات تقريبا. هلا دول جماعة علاقتهم مع فلسطين مش كتير قوية بالبر. بيجي إذا في فرز أراضي ويعمل يفرز وقع شغلات إذا سكت الوقت الله يرحمها إذا تعرف إذا تنات حركنا بيجي ما عليك بيجي. لكن أقول لك إنه بيجي على النجاح تطوع نقول بالنجاح كل سنة شهر بدزتها. بصير مرة بس لماما وهذا الكلام خطير لأنه معظم أقولنا في الكتاب هذا مع احترامهم برّا يعني آلاف العلماء اللي برّا اللي منوّد هذا أنا مطلع وبعرف تفاصيل إنه في كيان المجاور اسمه كيان هذا كيان في التخنيون ولا في جامعة الأمريكية ولا كذا قائم 100% على فلو مستمر مرت دائماً مع يهود الشتات there's no way أنا عندي علاقة قوية كأكاديمية على ما يجيب روح صورتين ثلاثة السنة كل ما تروح تتلاقي الناس يا جانب إسرائيل يا رأس يعني مسألة مستمر معظمهم طبعاً يكون عنده زي الديسبورا بيسموه فمهم أن نعمل الكلام هذا الأكاديمية الآن أطلقت برنامج مهم للعودة الافتراضية على الشتات I don't want to resign من بيركلي أنا مجنون أكتب على بيركلي لا طبعاً بس مهم أن يكون في ترى في تحفيز استضافتهم اللي لها معنى هم مش أعضاء مجلس الوطن صح لكن هم موارد معرفية تقنية هائلة فبدينا هذا الأمر بقوة وضع داتابيس خدم حراك معين ولا الآن بس في الربيع القادم كأن ثلاث مدارس بحثية معهم مع الشتات ثلاث بنام تكنولوجي أورجنايز باي مدير ناجي مجموعة حوالي سبعة من فلسطين الشتات وبالسيميليشن تكنولوجي بالموديلينج مع اقتناع فلسطيني في فرنسا وبريطانيا وفي شتات اللي مش مؤكد لو بتحكي عنه بس احنا ناشيين وهذا كلام كله ليش؟ مشان تعطي العالم الشتات سبب جلدي يرجع هون بيجي هون بتعرف على طلاب باخذهم للدكتوراه بتعرف على بحكي شباب بقول يو نو شو استحضر الوقت وين كذا تعال زوم من فرنسا او والله هيك بتصير الحياه يعني اعطي فرص بتصير الامر الاخر اللي هو خلص في موضوع الشراكه مع القطاع الخاص هلا انا كباحث وكحتى رئيس جامعه يعني اكثر من مره غلبوني العالم بقول لك يا عمي طلع يعني هو كلام شكله صح انه احنا اذا عندنا 2500 دكتور طب شو يعملوا البلد؟ غير انه قرر الشباب وخرج الشباب وكذا شو عملوا؟ ونشروا كيف؟ وين العائد على الاستثمار من ناحيه الاقتصاد، الصناعه، الزراعه، شيء، التنافسيه، الجوده البيئه غيره. فالسؤال انه how do we actually create a policy framework that will stimulate industry and academia to handshake. مش رح تصير، ما رح يجي رجل أعمال يقول أنا والله زهقان بدي أروح أنا جاهز هالمليون، دي موجودة تمام ولا الأكاديميين بيحلموا في مصنع لناس ونخرج، دي موجودة أنت بدك بوليسي فريمورك ذات ويل يحفز الطرفين يشوفوا في فائدة جذرية وقيمة جذرية للسينرجي للرب فبدينا برنامج أيضا في هذا المجال، كان يوم السبت اللي فات إطلاق للمبادرة هاي مع اتحاد الصناعات ويقولوا لي مثلا سو وات دو يو نيد كيف ار ان بي؟ بلكي في شيء بلكي احنا بنحلم ما بدهم الشباب مش كمان فبدينا عملنا زي نيد اسسمنت بايلوت وهلا مكملين وبصير نعمل راوند تيبل اللي هي بين البزنس وبين قطاعية مثلا بالانرجي بين البزنس اللي هم عندهم اتحاد الطاقة وفي كمان الطاقة في جامعات ناس عظيمين نشوف بلكي عندنا راوند تيبل او كلاستر جوينت كلاستر تو ثينك اباوت يو نو هاو تو ليفرج ذير ار ان بي تو سبورت يعني حاجات معينه
أنت فالأكاديمية بهذا المعنى تعمل مع الجامعة ومع الوزارة ومع الحكومة ومع التشريع ومع الرئاسة طبعاً أنه يريبورت للبريزيدنت. هلا اللي بحكي بس بالختام عن موضوع البريد إنه إحنا شراكتنا مع الجامعات أهم مقومات حوكمتنا وطريقة الاستراتيجية. ولا إشي نعمل إلا التوافق مع الجامعات كلها في الضفة الغربية والقطاع الغربي، وإحنا حريصين إنه مع القطاع الحبيب يكون تواصل جدي بينه كان طول الوقت مع الفيديو كونفرنس ولا ده في فرق طول الوقت. فإحنا عندنا للساينس بريدج مع ألمانيا ولكن مع كندا اتفاق موقع مع كل جامعة فلسطينية، وبالتالي هم معنا في سيركم الدكتور ناجي وزملاء آخرين هم الدكتور محمود باللجنة التوجيهية لجنة العلوم الكندي والألماني، فكل الجامعة تعلم بالضبط شو نعمل نطمن على إنه البروسيس ماشي بشفافية ونزاهة فرص كافية، وأيضا بتقوي كمان العلاقة بيننا وبتأسس مستقبل أكثر تضامن وتعاضد إن شاء الله. شكرا لكم. تسمية الأطفال بس أنا فرصة نحكي عن أكاديمية شوي يعني فسامحوني. شكرا جزيلا.